الأول برحب بكل الناس اللي معانا النهاردة. النهاردة إن شاء الله هنكمل ليسون 9 في الكورس بتاعنا الـ Editing and Design Change. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الـ How to Repair Error وإزاي تقدر تتعامل معاها. النهاردة إزاي هنتعلم إزاي نقدر نعمل Modify على الـ إيه؟ على الـ Design بتاعنا ومن غير ما نمسح او نلغي فيه ايه او نبدأ من الاول. يعني هنفتح بقى مع بعض كده ليسون 9. هنفتح الـ Editing Design Change. ده البورت اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. تمام كده. المفروض البورت دوت ده الديزاين كان معمول قبل كده يعني، المفروض احنا نعمل عليه تعديلات عشان نقدر نوصل لديزاين تاني جديد. طيب فين الديزاين الجديد؟ اهو هنفتح الديزاين الجديد. لا يا باشمهندس، هو كورس مقسم لأجزاء، وإحنا بندي في باشمهندسة بتسأل عن الكورس، يعني هو يعني حصة واحدة تشمل الكورس كله ولا الكورس مقسم لأجزاء؟ فبقول لها لا، هو المحاضرة كل محاضرة جزء من الكورس. تمام. نكمل. ده الديزاين اللي احنا المفروض هنوصل له. تمام كده. ده الديزاين اللي احنا المفروض هنوصل من البارت ده. فهم عملوا تعديل على البارت دوت ووصلوا، ويعني ايه وصلوا للايه للديزاين التاني ده. فاحنا هنعدل البارت ده عشان نقدر نوصل للديزاين التاني. طيب اول حاجه بنعملها لما نيجي نعدل اي ديزاين، تمام كده، قبل ما نبدأ بس هنبتدي ندي شوية يعني حاجات تركات كده برضو تبقى معانا واحنا شغالين. لو انا معايا الموديل بتاعي ده كبير قوي والفيتشر بتري بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده مثلا، هي دي مش كبيرة طبعا، دي قليلة، بس انا مغير اسماء الايه الفيتشر. يعني هنا كاتب هو البيس بليت، هو كاتب بيس فليت، كاتب فيرتيكال بليت، كل الكلام ده مش ده الطبيعي بتاعنا. احنا بنعمل يا اما ايه اكسترود بوز يا اما ريفولف بوز، هو انما هو مغير الاسماء دي. تمام كده. طيب طبقا للديزاين بتاعه يعني عشان يقدر يوصل ليه. طيب ونفترض بقى ان انا مسمي مثلا السكتشات بتاعتي باسماء معينه علشان اقدر اوصل ليها لما ايه لما الديزاين بتاعي يكبر. يعني مثلا كاتب ان ده البيز وده الفيرتيكال وده الريد وده الكلام ده، اقدر اوصل لها ازاي؟ هل هقعد بقى افتح سكتش سكتش واقعد ابص؟ لا، عندنا هنا طول جميله، هنبص كده فوق، ندوس على التوب بتاع الفيتشر تري بتاعتنا وهندوس كليك يمين ومنها نختار جو تو. جو تو دي السيرش بتاعنا. هنكتب كلمه سكتش كده زي ما انا كاتبها ونعمل فايند نيكست وستارت فروم توب. ستارت فروم توب دي هجيبها لك من الاول هنا. لو ايه لو احنا عايزين يعني نبتدي ندور هتلاقي في سكتشات هنا في الانوتيشن وجوه الكلام ده كله. نفعلها ونفرج. ماشي كده. هنكتب فايند نيكست. فتح لي ايه من اول التري بتاعتي كل ما هو يحتوي على كلمة سكتش. أو ناخد بالنا بقى هنا كده عمل ايه، ابتدى يفتح كل فيتشر ويدور جواها كلمة سكتش. كل ما يلاقي كلمة سكتش يفتحها لي، كل ما يلاقي كلمة سكتش يفتحها لي، بيقول لي كده خلاص انا خلصت الايه السيرش بتاعي. فانا كده ايه اي حاجة ليها اسم مختلف انا عارفه عايز اقدر اوصل له بقدر اوصل له عن طريق الايه الجو تو من التوب. التوب بتاعي عمل ايه الفيتشر. طيب انا كده فتحت كل حاجه وبقت الفيتشر تري بتاعتي مفتوحه كلها. طب عايز المها تاني اعمل لها كولابس، يعني هندوس كنترول هندوس شيفت سي، الناس كلها شيفت سي، لميت كل الايه الديزاين تري بتاعتي خلاص كده او الفيتشر تري بتاعتي. يبقى كنترول سي بتعمل كولابس لكل الايه لكل الفيتشر بتاعتي وكل الايتم اللي انا ايه
فتح. ماشي كده، دي حبيت ايه انوه عنها في بدايه بس المحاضره، وبعد كده هنبتدي نبدا شويه. طيب عشان نقدر نتعامل مع اي ايديت او اي ايرور بنعمل ايه؟ اتعلمناها من المره اللي فاتت، بناخد الايه رول باك بار تمام، ونطلع بيه لفوق ونبتدي واحده واحده نتعامل مع الديزاين بتاعنا. طيب دي كده فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله، هي تقريبا نفس البيز ليت التاني. طيب الفلت ما فيهوش مشكله برضو، هو نفس الفلت التاني. الفيرتيكال بليت نبتدي بقى من اول هنا. الفيرتيكال بليت ده مختلف، ناخد بالنا كده اختلاف ال هنا اللاين ده هو تانجنت للدايره دي، انما هنا هو الدايره دي واخده انكلينيشن شويه كده بين عن اللاين. طيب عايزين نعمل اللاين ده نبتدي نعمله ايه؟ نحطه طبقا للديزاين الجديد. فهنبتدي نعمل ايديت للسكتش ده تمام. الرسمه دي زي ما انتم شايفين هي فولي ديفايند، فانا اول ما هعمل كده هيبتدي يقول لي انت هتعمل اوفر ديفايند، وابتدي اتعامل معاه. هقول له انا عايز ده تانجنت، فيقول لي انت كده اوفر ديفايند تمام. هقول له اوكي. هو طبعا بيقول لي الايرور ان في فيتشر لازم فيتشر لازم تتمسح. فانا هبتدي ادخل على الرسمه واقول له انا عايز الحل بتاعك. لما هبتدي ندوس على الاوفر ديفايند هنا الكلمه دي، هبتدي يقول لي انت عندك مشكله هنا لما عملت التانجنت ده. فاقول له اعمل لي الدايجنوز، شوف لي الحل. فبقول لي والله انا ليك، انت ليك عندي اربع حلول، ليك عندي اربع حلول. الحل الاول انك تمسح التانجنت اللي انت لسه عامله ده. هقول له لا طبعا ده انا محتاجه. الحل الثاني ان انا الغي لك ال 151 ديت عشان اقدر احقق لك التانجنت ده تمام. الحل الثالث ان انا هخلي لك الايه، هحافظ لك على 151 بس هقلل لك القطر بتاع الايه الدايره دي تمام. الحل الرابع ان انا هعمل لك ميل للخط دوت، هيبقى برضه هو موازي ولكن مش هيبقى على الايدج دي. طيب انسب حل عندي ان انا هلغي ال 151 ديت عشان تبقى نفس الديزاين بتاع الرسمه التانيه، وهوافق عليه وهقول له اوكي. يبقى انا كده عملت اول خطوه في التعديل بتاعي من غير ما امسح حاجه ولا ايه ولا الخبط الدنيا. اوكي خلاص تمام كده. لو جيت انا رفعت ده كده رول باك بار كده تمام، هتلاقيه عامل لي نفس الشكل ده تمام. طبعا في حاجه بقى هنا اللي هي الوول سيكنس دي لسه هنبتدي نتعامل معاها. هنا هو عامل شيل، دي شيل هو مغير اسمها طبعا. انا عندي هنا دي مش موجود، ودي هتبقى الايه الخطوه الثانيه بتاعتي. هبتدي انزل بالرول باك باور بتاعي، في هنا سيركلر بليت بلان قصدي، بعد كده سيركلر بوز. سيركلر بوز ديت هنزل بده خالص كده عشان الرسم كده طلع تقعد. هو كده تقريبا ايه نفس التاني، بس لو جينا بصينا كده من ورا وجينا بصينا من هنا كده هنلاقي لا ده هو البليت ده في نفس الايه في نفس المستوى بتاع البليت التاني. فانا محتاج اعدل ان بدايته ده دي بدايته تبقى ايه للفيس ده، بدايه البليت ده تبقى للفيس ده. طيب هنيجي اعملها ازاي؟ انا لو ضغطت كده انا ما اعرفش السلندر دي انهي واحده في دول، فلو ضغطت عليها كده هو بيسلكتها لي على طول. هو بيقول لي اللي انت دايس عليه ده اسمه الفيرتيكال بليت، هو مسميه كده خلاص. اللي انت مسلكته دوت هو اسمه الفيرتيكال بليت. تاني لو جيت اهو وقفت على اي حاجه مثلا هنا هو اهو ده كده اللي انت واقف عليه ده اللي تحت ده اسمه الفيس بليت. ماشي كده. لو جينا ضغطنا على اللي في الجنب ده مثلا كده ماشي، هو معتبر عشان ده كله قايم على بعضه هيعتبر ده الفيس بليت. المهم ان دي اي حاجه بتسلكتها بيبتدي يعلمك عليها، دي الفيرتيكال بليت. طيب ماله بقى الفيرتيكال بليت؟ عايزين نعدله. طيب هنعدله ازاي؟ هنبتدي ناخد الريفرنس بلين بتاع الرسم. هي رسمه مرسومه هي انما البلين بتاعه هو اللي هيتغير.
البلان بتاعه هو اللي اتغير. سوري ده مش ده اللي... لا ده الفيرست كومبليت دوت. مش ده السكتش اللي احنا عايزينه. نكمل كده. هي دي السيركلر بوز. السيركلر بوز هي اللي احنا عايزينها مش الفيرتيكال بليت. هو طبعا عشان كل دوت عامله ميرج يعني فما بتبقاش واضحه. طيب يبقى احنا هنشتغل على السيركلر بوز. سيركلر بوز هبتدي اشوف السيركلر بوز دي السكتش بتاعها فين. هعمل اديت للبلان بتاعه. هو البلان بتاعه اللي هو السيركلر بلان ده هو ده اللي هو شغال عليه اللي بادئ منه رسمته. هغير البلان دوت. هو واقول له انا هبدا من عند الفيس ده بدل البلان هبدا من عند الفيس وهقول له اوكي. كده الرسمه بتاعتي بدات من فين؟ من عند الفيس ده بنفس الدايمنشن بنفس الاكسترود بنفس كل حاجه. يبقى انا لما مسحت حاجه ولا غيرت حاجه انا بس غيرت الايه؟ البلان اللي بادئ منه رسمتي بحيث ان انا اقدر اوصل للديزاين التاني. طيب ايه تاني؟ نكمل. الناس لو عايزين نوقف ويبتدوا يطبقوا احسن ما عنديش مشكله ولا اكمل ناخد فوت سريع كده نكمل ولا نطبق على الحتتين اللي انا قلتهم دول؟ تمام نكمل. طيب تمام نكمل خلاص نكمل. الريب الاندر ريب او الريب اندر اللي هو كاتبها دي موجوده عندي في الجنب. هي هنا مش في الجنب هي هنا موجوده فين؟ في المنتصف او في نص الايه السلندر دي. طيب نبتدي نفتح الريب دي كده عشان نبتدي اتعرف على الدايمنشن بتاعتها. هو غير شكل الريب دي خالص. تمام بقت بالشكل ده. تمام طيب هنبتدي نعدل في الريب بتاعتنا. اول حاجه هو عندي انا هبتدي اشوف الايه display and delete relation عشان يبقى عندي الريليشن كلها. عندي اثنين كولينير. كولينير الاولاني هو على الخط اللي هو الهوريزونتال ده وده انا مش محتاج اغير في حاجه. انا عايز افك برضه ايه ابتدي افك الريليشن. ده الكولينير ده مع الخط اللي في الناحيه الشمال ده اللي انا محتاج افكه. هعمل ديليت طبعا الكولينير ده وابتدي احرك اقول اوكي كده خلاص. هبتدي امسح الدايمنشن ده لانه هيتعدل. والدايمنشن ده كمان هقرب بس شويه وهبتدي ارسم الارك بتاعي. انا هرسمه عن طريق سلندر وابتدي امسح الاثنين دول كده وبعدين ابتدي احط بقى الدايمنشن بتاعتي. اقول له والله ان دوت عندي الار ده ب8 وعندي هي طالما ده الار ب8 يبقى ده هيبقى ب16 اوتوماتيك بس اوكي برضه. وعندي
ان المسافة ما بين اخر الارك وبداية السلندر دي 2. هسلكت كده الادج دي. هو طبعا انتوا واخدين بالكم هو سلكتها من الايه من السنتر. انا هوافق وبعدين هرجع اعدلها. هقول له انا عايز دي من المينيمم. فاكرينها دي احنا خدناها قبل كده. تمام. مش اوكي. وهعدل دي اخليها 2. اخر حاجه انا ديت في منتصف السيركل. طيب او السلندر دي هعملها ازاي؟ هبتدي ابص كده وهظهر حاجه اسمها temporary axis. تمام. عايز اضرب الاكس بتاع الايه بتاع السلندر دي. اهو شايفينه اهو اهو. هبتدي اقول له السنتر ده تعال والاكس ده الاثنين مالهم كوينسيدنت. تمام كده. في حاجة ناقصة عشان الشكل بتاعنا بقى يبقى fully defined. I think إن الأرك ده كده لازم يبقى tangent معانا. تمام كده الرسم بتاعي بقى fully defined. خلاص يبقى احنا عملنا عدلنا الريب ديت برضه مجرد تعديل لحد ما وصلنا للديزاين بتاعي. هقول له اوكي وارجع ابص على الشكل بتاعي الاقي الريب بتاعتي بدل ما كانت في الجنب هنا عدلناها بقت في النص. تمام نكمل الوول سيكونس. طيب الوول ثيكنس دلوقتي لما جينا ابلاي الوول ثيكنس هو مبدئيا اداني ايرور هبتدي اتعامل معاه. تاني حاجه اداني شكل مختلف خالص عن اللي انا عايزه. هنا الوول ثيكنس مختلفه خالص او الشيل المعموله مختلفه خالص عن دي. طيب هنعمل ايه؟ الحل بتاع دي ايه بقى؟ حد بس يفكر معايا كده سريعا نحل دي ازاي؟ الوول ثيكنس دي عشان اعملها انا عايزها تاثر هنا بس. الاول نحس ايه المشكله؟ انا عايزها تاثر هنا بس. انما هو مجرد ما هطبعها هتاثر في الشكل كله. يعني هتعمل لي الشكل كله بشكل الشل. طيب فالحل بتاع الموضوع دوت ان انا بعمل ري اوردر. ري اوردر يعني ايه؟ يعني ببتدي ارتب الفيتشر تاني بترتيب مختلف يحقق لي اللي انا عايزه. طيب يعني انا دلوقتي لما اشد دلوقتي الول سيكنس دي المفروض ان انا لو طلعتها المفروض تبقى تحت البيس بليت على طول. او تحت البيس فيلت على الاقل. تمام هتحقق لي ده لان هيعمل الشل الاول وبعد كده ابتدي ابني عليها بقيه الايه البارت بتاعي. طيب تعالوا نحررها كده. هي بتتحرك معايا بس اول ما بتيجي عند البيس فيلت بيديني علامه الايه الدايره اللي فيها الشرطه دي معناها ان هو مش هيقدر ينفذ. مش هيقدر ينفذ. طب نعمل ايه؟ طيب نخش بقى على حاجه جديده عشان نقدر نعرف ايه سبب الموضوع ده. حاجه اسمها البيرنت اند ايه اند شايلد. بيرنت وشايلد كل فيتشر من دول بتبقى مبنيه على فيتشر اللي قبليها بيبقى حاجه ليها حاجه اسمها البيرنت وشايلد. البيرنت يعني ايه؟ يعني الابين بتوعها او الاباء بتوعها اللي هو ما يقدرش يتحرك من غيرهم. طالما في رابط ما بينه وما بين الاب دوت فما يقدرش يتحرك من غيره. طب ايه هو الاب بتاعه؟ هو قال لك البيس بليت والسيركلر بوز. البيس بليت والسيركلر بوز في علاقه ما بينهم. هو مبني على حاجه ما بينهم فما يقدرش يتحرك. يبقى نبتدي اول حاجه نفكر فيها ان احنا نفك الربط ده. نفك الربط ده. طيب نبتدي نفتح الشيل
في طبعا ميس انكريس اللي هو اللي احنا عدلناه اللي احنا شلناه من هنا ده ده كده كده احنا عدلناه. الفيس التاني ده هو ده الرابط اللي هو بتاع الايه بتاع الايه السيركولر تمام كده سيركولر بوز. فانا طبعا انا ايه مش محتاجه اساسا لان انا ما فيش حاجه عندي هنا شيل في السيركولر بوز فهبتدي امسحه. لو عملت كليك عليه كده هيبتدي يتمسح من هنا او بعلم عليه وادوس كليك يمين وايه واعمل كليك يا اما بعلم عليه كده كليك الثانيه بيتمسح يا اما بدوس عليه واعمل كليك. طيب تمام كده انا كده قلت له انا مش عايز الشيل تنفذ غير في ده. الناس ما تفتكرش ان انا كده حليت المشكله. هو ستيل برضه لما بعمل كده هو بيطبق بيخش على كل البارت من جوه اهو. هو الشكل من هنا مظبوط بس مش هو ده اللي مطلوب. الديزاين هنا مختلف احنا واخدين بالنا من الفرق. هو هنا مفيش شيل جوه هنا مفيش شيل. انا هنا معمول لي شيل برضه وده مش مطابق للديزاين اللي انا عايز اوصله. فهبتدي اعمل بقى ايه؟ انا كده فكيت المفروض العلاقه ما بين الاثنين. هرجع تاني اعمل كده الايه البيرنت والشايلد هلاقي ما فيش عندي غير البيس بليت. انا خلاص فكيت العلاقه اللي كانت ما بين الايه السيركولار بوز والايه والوول سيكنس تمام كده. دلوقتي لما هاجي اعمل ري اوردر هي ايه هيوافق عادي لان انا حليت له مشكلته. فهبتدي احطها تحت البيز فيلت تمام كده. هبتدي كده ايه الشيل بتاعتي اتنفذت طبقا للديزاين اللي انا عايز اوصل. الشيل بتاعتي هنا اتنفذت طبقا للديزاين اللي انا ايه عايز اوصل تمام تمام كمل. دي الهول العاديه وبعدين هو عامل لها سيركلر باترن او لينير باترن تاني تمام. وبعد كده في اتنين فلت في الايه الجزء اللي فوق دوت والاجزاء والرب. وبكده اكون انا قدرت اعدل في الشكل او في الديزاين بتاعي بحيث ان انا اقدر اوصل لديزاين جديد هو مقترح ان انا ايه اوصل. اي اسئله؟ انا استاذنكم نفتح بس المايك للناس عشان لو حد عايز يسال. تمام يا باشمهندس المايك مفتوح. تمام السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا باشمهندس عمر. يا باشمهندس الفلت في الديزاين التاني اللي على اليمين اللي على الشمال اللي حوالين الدايرة ناقص عاوز له يتعدل. حوالين الدايرة ناقص ازاي؟ حوالين يعني الدايرة يعني؟ الناحية التانية بقى. ايوه الناحية التانية. ايوه هنا مش كأني شايفه مش موجود. لا في الديزاين اللي كنا بنعدل فيه يا باشمهندس. ما هو اللي احنا بنعدل فيه اللي على الشمال. وادي اللي على اليمين. اللي هو اللي متعدل اصلا. اللي تحت الدايرة موجود انا كأني مش لا موجود. لا موجود اهو. لا اهو مش موجود. نص الدايرة اللي تحت اللي جنب الرب على طول هنا كده. قصدك على دي يعني؟ ايوه. ممكن يبقى فيها. ممكن. تمام صح. طيب هنشوف دي ليها ده انهي لف. ايوه فلت فيهم تمام. هنبتدي نخش عليه هنا ونضيف له الايه الايدج دي تمام. بس كده الله يعينك. ماشي تمام كده يا هندسه. ماشي اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ شكرا هندسه تسلم. لا عفوا دكتور. اي اسئله؟ اي حد في حاجه مش واضحه معايا؟
طيب تمام. في حد بعد تحية ثانية واحدة. طيب خلاص نكمل. هنفتح الفولدر الثاني البارشل اديتنج. وده اللي احنا المفروض نوصل له. ديزاين تيم. احنا المفروض نوصل الديزاين ده من البارت ده. من البارت ده المفروض نوصل للديزاين ده. تمام. بنفس الستبس برضو هنبتدي ان ايه نشتغل. اول حاجة نعملها ايه؟ الناس بقى تبتدي تتكلم معايا كده عشان احس ان انا يعني ايه في تجاوبين. اول حاجه نعملها ايه عشان اقدر اوصل للبارت التاني؟ نعمل اكسترود كات للشكل المرسوم. طيب هنعمل اكسترود كات للشكل المرسوم ازاي؟ ما هو السكتش بتاعه معمول اهو. تمام. يعني اعمل اكسترود كات كده. تمام. كده. لا لا مش لا ثواني، هو الشكل الثاني من تحت الشلة موجودة ولا مش موجودة؟ مع الشلة موجودة اهي. لا لا في الثاني. الثاني اهي. طيب تمام، يبقى هنغير مكان ال ايوه الاكسترود كات قبل ما نعمل الشلة. يعني اشددها لفوق. كده تمام. صح كده. والدوائر دي هنعمل لها ولا نغير الاكسترود كات نخليه على الشكل التاني من غير الدوائر؟ والدوائر هنعمل لها اكسترود كات اول. اغير شكل ايه؟ اعمل اديت للاكسترود كات اللي احنا لسه عاملينه. تمام. الاكسترود كات نفسه. تمام. هتختاره كله من غير الدوائر، اختار الكونتور من بره. تمام. بعد كده اختار نفس السكتش تاني واختار الدايرتين واعمل لهم ثرو اول. برافو عليك يا باشمهندس. طيب الناس بس عشان تبقى مركزه معايا. طيب انا خلاص الفكره وضحت. انا بس قبل ما اعملها كده اوضح للناس عشان ما تتلخبطش معانا. اول حاجه هنعملها يا جماعه ان احنا هنعمل ري اوردر للايه للسكتش بتاعي الاول، عشان انا لو عملت له سكتش كات على طول زي ما باشمهندس عمر الاول في الاقتراح يعني هي ايه هيبتدي ينفذ تحت بعد الايه بعد الشل، فهيظهر لي الشكل اللي احنا كنا شايفينه في الاول. لا انا هبتدي ارتب بقى. اول حاجه هرتب رسمتي، هطلع بالرسمه نفسها السكتش نفسه فوق، وبعدين ابتدي اعمل عليه الاكسترود كات. تمام كده. وهحدد حاجه اسمها الايه، هو كده واخد لي الايه الكونتور سيلكشن، واخد لي الكونتور سيلكشن اللي هو كله بالدوائر اللي جوه. ماشي كده. لا في حاجه عندي اسمها الايه المالتي ايه المالتي مالتي كونتور سيلكت. دي ده تكنيك كده في الديزاين، يعني بقدر ارسم رسمه فيها كذا كونتور وابتدي اعمل على نفس الرسمه كذا فيتشر. تمام كده. يعني برسم رسمه فيها كذا كونتور وابتدي اعمل على كذا فيتشر على نفس الرسم. فانا هختار اول حاجه الكونتور الخارجي بتاعنا. تمام كده. وهعمل له اكسترود كات هيديني الشكل ده. هو ما حركش الفيتشر ولا ايه؟ سوري
انا هقفل طبعا عندي كده، لازم اطلع الرول باك بار لفوق وابتدي انفذ عشان ما يعملليش الايه الاكسترول كات تحت زي ما انا عملته دلوقتي. لا انا عايز اعمله في المكان اللي ايه اللي قبل الايه تمام. بعد كده هبتدي اعمل الهول سيكنس بتاعي عادي، وبعد كده هبتدي اعمل اكسترود كات تاني بقى للدايرتين ثرو. هسلكت ازاي بقى السكتش؟ هخش على الاكسترود كات اللي انا لسه عامله وهسلكت السكتش اهو، هو ده اللي انا عايز اعمل عليه، واجيب من سلكت كونتور. هو مش همسح بقى اللي هو في اوتوماتيك بياخد الكونتور كله على طول، وانا مش عايز كده، انا عايز الدايرتين بس. فهبتدي اسلكت الايه الدايرتين بس، يا اما باخد الكونتور بتاعهم كده تمام، او بختارهم رينج ريجون خلاص. طبعا ما ينفعش اختار الاثنين، يا دي يا دي. فانا هبتدي امسح ايه الريجون اللي انا ايه اخترته دوت، واكتفي بالكونتور وادوس اوكي. ده خلاص، يبقى احنا كده هو ما قبلهاش كونتور، هنبتدي نسلكتها ايه ريجون. او هو قصدي ما قبلهاش كونتور عشان انا ما ادتهاش ان هي تبقى ثرو اول في الاول. خلاص كده، يبقى انا قدرت اوصل بالديزاين بتاعي للديزاين التاني. هبتدي انزل رول باك بار تاني، هيديني نفس الايه الشكل التاني تمام كده. هنا مظبوطه ايه هندسه؟ عشان ايه انا عارف ان مفيش تعديل في الحته دي، فعشان كده اشتغلتها بالشكل اللي انت شفته يعني. ممكن تبقى بس غلطه من الفايل ولا حاجه. المهم نكمل. طيب ايه تاني بقى؟ احنا عايزين نتعلم حاجه برضو جديده النهارده، ان في حاجه اسمها كوبي، في حاجه اسمها كوبي او موف للايه للفيلت. كوبي او موف للفيلت يعني ايه؟ يعني انا لو جيت هنا علمت على الفيلت ده كده، شايفين النقطه البيضه دي؟ لو شديته كده مثلا، ناخد الفيلت ده كده ونشده مثلا على الايدج دي، هينقل الفيلت ده من هنا يحطه على الايدج دي. الناس واخده بالها ايه اللي حصل؟ تاني انا هسلكت الفيلت ده كده، ومن النقطه دي كده هنزل على الايدج، نقل الفيلت ده من هنا لهنا بنفس الار بنفس كل حاجه. طب ونفترض ان انا عايز اعمل كوبي للفيلت ده، هبتدي اسلكت الفيلت ومن نفس النقطه هدوس كنترول وهاخده احطه على الايدج دي، نقل الفيلت ده من هنا بقى على الايه الايدج دي، وبياخد كل ما هو تانجنت ليها. تاني هاخد دي وانقلها على الايدج الثانيه، عمل لي الايدج الثانيه كلها الفيلت اهي تمام كده يا جماعه. ممكن اخد نفس الفيلت ده برضو كده وانقله على الايدج دي، دي عملت لي ايرور او هيبتدي يتصرف معاها بشكل ايه اللي هو الفيتشر اكسبورت. ممكن نبقى نقلل بقى الفيلت مثلا، نقلل الباور بتاع الارض كبيره كده يعني. المهم اللي انا عايز اوصله لكم ان ايه ان انا اقدر اعمل كوبي للايه للفلت، او اقدر اعمل لها موف من ايدج للتانيه. بس اهم حاجه يكون ان الايدج دي الار اللي انا مديه يسمح بان يتعمل عليها الفلت تمام كده. اي اسئله؟ طيب نرجع كده للباوربوينت نشوف يمكن في حاجه ما قلناهاش، حاجه نسيناها، عشان ايه ما رجعتوش خالص. ثانيه كده. ماشي، ممكن نشوف السبريشن اللي ما قلناهاش. الباشمهندس محمد بيقول لي امتى انقل الفيلت وامتى انسخه؟ ده حسب الديزاين يعني، انت عايز ايه يعني؟ انت
حسب الديزاين بتاعك. انت عايز تنقل الفيلت ده من هنا للايدج دي للايدج دي، بتسلكت الفيلت ده يعني. والله افترض ان انت عملت فيلت وبعدين تعديل يعني طبقا بقى لجثة اثناء التصنيع ولا حاجه، لقيت محتاجه ان انت مش محتاج ان انت تعمل فيلت في الايدج دي، عايز تعملها في الايدج الثانيه احسن او افضل، او العميل عايز كده، فانت بتاخد الايدج تنقلها بس، مجرد ما بدل ما بتعمل فيلت من اول وجديد. طيب وانا افترض ان انت عملت فيلت وعايز نفس الفيلت ده تطبقه الناحيه الثانيه برضو، بدل ما تقعد تفتح وتعلم على الايدج وتعمل الفيلت بالار الفلانيه لا ده انت مجرد ما بتقف على الفيلت وتدوس كنترول تشد وتحطه على الايدج الثانيه خلاص اتطبق معاك الفيلت. فهي دي طبقا للديزاين وطبقا ليك انت يعني، ما مش رولز معينه يعني. طيب في حاجه اسمها سبريشن. سبريشن يعني انا دلوقتي عملت الفيتشر دي، هو يعني مش عارف اذا كنت انا محتاج اعدلها دلوقتي ولا لا، او يعني انا مثلا عايز اعمل لها ايه، اخليها موجوده معايا وفي نفس الوقت ما تسمعش معايا في الديزاين، فبعمل لها حاجه اسمها سبريشن بدل ما امسحها يعني هي موجوده معايا في الفيتشر 3 بس هي مش شغاله. على سبيل المثال هاجي مثلا على الوول سيكنس دي تمام، وهقول له سبريشن اهي سبريس يعني. ايه اللي حصل؟ لغى معايا الايه الشيل، بس هي مش ممسوح، هي موجوده معايا في الديزاين تري ما مسحتهاش، هي موجوده معايا ويعني هقدر ابديتها في اي وقت، بس انا بسبريس دي انا حافظت عليها موجوده معايا، وفي نفس الوقت غيرت الديزاين خالص، خليته من 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 حاجه ليها شيل للشكل اللي انتم شايفينه ده، الحاجه مصمطه مجرد ان انا عملت لها ايه سبريس، مجرد ان انا عملت لها ايه سبريس. ارجع تاني اقول له ان سبريس، هينفذ لي الشيل بتاعتي زي ما انا ايه عايز. يبقى انا ممكن ايه اقدر يعني من خلال ديزاين واحد اقدر احتفظ بايه بكذا اديشن ليه عن طريق الايه السبريس ديت، او لو انا محتاج اعدل فيها مستقبلا فانا اقدر ايه احس ان انا ممكن احتاجها بعد كده، طب امسح حاجه بخليها معايا في الايه في الديزاين بتاعي. بس يا دكتور ما تنفعش لو مبنيه عليها حاجه تانية صح؟ ما طبعا لو مبنيه عليها حاجه تانية مجرد ما هتدوس عليها هتبتدي تفصل يعني الحاجات التانية اللي مبنية عليها تعمل لك ايرور، فهتبتدي يا اما تتعامل مع الايرور يا اما هتبتدي تشغلها تاني يعني حسب الايه حسب الديزاين بتاعك. انت دلوقتي شايف ان الحاجه دي اوبشنال ولا لا؟ تمام، انت شايف ان الحاجه دي اوبشنال ولا شايف ان الحاجه دي خلاص حتميه ان انت تعملها؟ لو حتميه ان انت تعملها وهتقفلها خلاص يبقى بتقفلها وتبتدي تتعامل مع الايرور اللي بيطلع لك زي ما احنا اتعلمنا في لسون ايه. لو مش حتميه بتعملها بالشكل اللي انا قلت عليه دلوقتي، يبقى دي دي ايه سبرس. في حاجه اسمها فيتشر ستاتكس، دي يعني على السكيل الكبير يعني بتقدر تحسب منها الزمن بتاع الريبيلد بتاع الفيتشر. موجوده في تول ماشي ايفالويت تلاقيها المفروض هنا ثانية واحدة ايفالويت. والله يا وانا ما استخدمتش الفيشر استخدمت دي قبل كده بس ندور عليها بعدين. اناليسيس دراكت سيكنس، طب نسيرش عليها. ايوه فيتشر عيب بس مش ستاتيك، مفيش حاجه جابت ستاتيك. طيب ما عليها بقى يا جماعه عشان ايه يعني هي تقول ندور عليها بقى انا ما حاولتش استخدمها والله قبل كده يعني مش مهم قوي يعني
مجرد بتديني التايم بتاع الريفيو. دي كلها حاجات بتبقى اجزاء من الثانيه بالنسبه لي يعني. نوصل لمرحله كبيره قوي قوي في الديزاين يعني، نبتدي نستخدم بقى الحاجات دي عشان نشوف البرفورمانس بتاع الجهاز والكلام ده يعني، حاجه اوبشنال يعني. طيب نكمل. تمام، ده الريأوردر بتاع الحاجة بتاعتنا. دكتور تقريبا هي اللي هي في الإيفالويت اللي اسمها Performance Evaluation تقريبا. هي بتاعت البرفورمانس. هي يعني هي موجودة في الإيفالويت. ما هي دي بتاعت الريبيلد. هي بتاعت الريبيلد. تقريبا. ماشي. لا بس لا دي انا عارفها دي طيب. بس لا دي والله هي نفس الاوبشن يعني، هي بتدي نفس المعلومه بالظبط. انا عارف البرفورمانس ايفالويشن دي، انما ممكن يكون الاديشن بقى، فرق الاديشن ما بين الـ يعني الباوربوينت والاديشن بتاع ال 2020 يعني شغالين. ماشي، ممكن تبقى هي دي. طيب تمام خلاص، الريأوردر والكوبي الثريد والسكشن فيو عشان يوضح الدنيا. احنا عارفين السكشن فيو خلاص. بعد كده بقى ان شاء الله ليسن 10 هنخش فيو على الكونفيجريشن، ودي برضو من الحاجات المهمه جدا والحاجات القويه جدا للسوليد يعني، ان انا ازاي اقدر استخدم الفاريبل واربطه بالديزاين بحيث ان انا لما اغير حاجه يتغير في الديزاين كله يعني. ازاي اقدر استخدم لو انا بعمل الديزاين وعايز اربط ايدج مثلا او طول حاجه معينه بايكويشن بقدر اعملها، ازاي اعمل كذا اديشن من نفس الحاجه عن طريق الكونفيجريشن. فبرضه هيبقى درس ممتع يعني، واتمنى الناس كلها تستفيد منه. مش هنعمله طبعا، مش هناخده النهارده، هيبقى المره الجايه. وهتفق انا مع باشمهندس احمد حسين كده، اشوف المواعيد المتاحه يعني امتى ونبتدي نكمل يعني. وشكرا ليك كله. في حد عنده اي سؤال قبل ما نخلص المحاضره بتاعت النهارده؟ اي سؤال؟ شكرا باشمهندس. شكرا. انا بس عايز قبل ما اقفل كده، انتوا ايه رايكم كده في يعني احنا بناخد وقت اقل، بس انا يعني ملاحظ ان او متهيألي يعني ان كده احسن يعني، ببقى مركزين على الليسون، بنخلص حاجتنا بسرعه، الناس ما بتملش، المحاضره بتبقى خفيفه، المعلومات بتبقى بسيطه يعني. اعتقد ان الاسلوب ده احسن شويه من المره اللي فاتت او من اللي قبل كده، ولا انتوا ايه رايكم برضه يعني؟ طيب تمام. طيب تمام، الناس كلها موافقة على الفكرة دي. باشمهندس سعيد. المحاضرات خلصت النهاردة، هنكمل ان شاء الله. لا، بالنسبة للنهاردة خلصنا، بعد كده هنكمل، لسه الكورس ما خلصش يعني، لسه فيه. شكرا باشمهندس، ربنا يخليك. شكرا. طيب يا جماعة خلاص، ألف شكر ليكم، وإن شاء الله نكمل. هاتفق أنا كده مع باشمهندس أحمد حسام وأشوف لو في متاح بكرة أو بعده، هنشوف كده وهرتب وهيعلمكم إن شاء الله على الجروب. ولو في أي أسئلة برضو أنا تحت أمركم في أي على الجروب، مفيش مشكلة. وأنا تقريبا بعت لكم قبل كده لينك الصفحة برضو، لو في أي تواصل لينك الصفحة موجود معاكم، دي هتبقى موجودة باستمرار يعني. تمام، مش هنسى عشان حتى اوضف لكم يعني. مش عارف ده لينك ايه، لينك الحدود ده ولا ايه، مش عارف. ماشي، عموما الف شكر ليكم، واشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.